مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، وصلنا الى ختام هذا المساء الجميل. الشوط الاول الرئيسي اليكم الملخص معياه الحمد بن مطر بن عمير الشامسي صاحبة التوقيت الافضل وصاحبة ايضا الكاس في هذا المساء، كاس الانتاج. تهانينا لو الناموس حيث قطعت مسافة السباق في الاربعة كيلومترات هنا في هذا المساء الجميل بسرعة فائقة. تهانينا ايضا لعلي الغيلاني من قادها في عملية التضمير والتدريب هنا خمس دقائق مشاهدين الاعزاء، ما شاء الله تبارك الله، و46 ثانية ست اجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة حمد بن مطر بن عمير الشامسي على هذا الفوز والانتصار بالفوز بالشوط الرئيسي. بينما ياتي شوط الجعدان فكان مخباط لمبارك بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة هو من فاز بهذا الشوط وايضا قدم الاداء الكبير واستطاع ان يفوز بالشداد في هذا المساء الجميل. تهانينا والناموس وسلام ايضا الى ميدان التحدي على هذا الفوز والانتصار، حيث حقق مسافة الاربعة كيلومترات في خمس دقائق خمسين ثانية جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما هنا شوطنا الثالث كانت بشاية لجلهم بغصاب الحمدان الدوسري هي من قدمت العرض الرائع والسرعة الفائقة ايضا من خلال هذا الاداء الكبير بقيادة مبارك الخميس العمري لتأتي بثالث اشواط هذا المساء الجميل مع اول انطلاقات ايام هذا المهرجان لتقطع مسافة السباق. هذه هي بشاية الخير من اندفعت وكما عودتنا دائما وابدا بالفوز والانتصار، فتأتي بخمس دقائق 52 ثانية خمس اجزاء من الثانية. تهانينا لجلهم بغصاب الحمدان الدوسري على هذا الفوز والانتصار. شوطنا الرابع ينطلق فيه الكين ايضا ياتي لفيد بن محمد نفيدة رزق العجمي، فياتي شعار بن بيشان منطلقا في رابع الاشواط ومندفعا بهذه النجومية الرائعة ليكون واحد من الاسماء القوية والمتوجة في اشواط الانتاج والمنتجين ليحصل على شرف السيارة. فتهانينا لمالك الكينج فيد بن محمد نفيد بن بيشان العجمي على هذا الفوز والانتصار. انتصار اندفاع ولا اروع حينما دخل منطقة الاعلام ليؤكد بن بيشان هذه النجومية الرائعة هنا في الوثبة كما اكد نجوميته في الشحانية. ياتي هنا بخمس دقائق وثمانية واربعين ثانية وتسع اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما شوطنا الخامس تنطلق فيه تهديد لياتي عبد الله بن عيسى بن مطر الفلاحي احد الاسماء القادمة ايضا من الظفرة ويؤكد هذا الاسم القوي والعملاق والخطير مؤكدا هذه النجومية الرائعة ومؤكدا هذا التواجد الكبير في ايضا خامس اشواط هذا المساء. تهانينا لعبد الله بن عيسى بن مطر الفلاحي على هذا الفوز والانتصار، حيث قطعت مسافة الاربعة كيلومترات في خمس دقائق وخمسة وخمسون ثانية وجزءا واحدا من الثانية لتعانق خط النهاية بالفوز والانتصار. تهانينا والناموس لعبد الله بن عيسى بن مطر الفلاحي على هذا الفوز والانتصار. تعلن انطلاقة سادس اشواط هذا المساء، فكانت هناك السائحة لسعيد بن شطيط بن حمد بن فارس الشامسي أحد الأسماء القوية والعملاقة هنا مشاهدين الأعزاء. متابعين الكرام هذه هي تهديد كما شاهدناها بنجوميتها الرائعة والمعهودة. يأتي شوط السائحة في سادس أشواط هذا المساء. هذه السائحة لسعيد بن شطيط بن حمد بن فارس الشامسي. تهانينا لبن فارس على هذا الفوز والانتصار بعد منافسة قوية وأداء نجومية كبيرة هنا مهديا أهالي زاخر هنا هذا الأداء الكبير والتحدي المثير، حيث قطعت مسافة السباق في خمس دقائق 53 ثانية وأربع أجزاء من الثانية ولحظات وصول السائحة. تهانينا لسعيد بن شطيط بن حمد بن فارس الشامسي على هذا الفوز والانتصار. بينما يأتي شوطنا السابع فانطلق فيه جمران ليأتي ويهدي أبناء الكويت هذا الفوز والانتصار لجويعد بن فيد بن ناصر بن مبارك العجمي أحد الأسماء القوية القادم من ميدان الشهيد بدولة الكويت الشقيقة هنا مشاهدين الأعزاء ومشاركا في هذا المهرجان الختامي السنوي الكبير، حيث قطع المسافة في خمس دقائق واربعة وخمسون ثانية وثمان
ثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا لقواعد بن فهد بن ناصر بن مبارك العجمي. بينما شوطنا الثامن انطلق أيضا بأداء بنجومية كبيرة، فكانت سحابة الوثباوية قدمت شعار سيف بن عبيد بن غنام المزروعي هذا الأداء الكبير والتحدي المثير لتقطع مسافة السباق مشاهدين الأعزاء بعد منافسة قوية وأداء كبير من شعار بالحوتة. ولكن يؤكد بن غنام بأن السحابة هي من سحبت بساط الفوز والمركز الأول. تهانينا أيضا للسيف بن عبيد بن غنام المزروعي، وتهانينا للدعم الرسمي عبيد بن غنام المزروعي أحد المتابعين والعاشقين والمتيمين وأيضا الداعمين لهذا الشعار. سلامات وثباوية بالفعل. تهانينا والناموس هنا بخمس دقائق 58 ثانية وستي أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك سحابة سيف بن عبيد بن غنام المزروعي. بينما شوطنا التاسع عادوا أهالي الوثبة مرة أخرى مع رمز ليعلن انطلاقة الرمز والفوز والانتصار. محمد بن علي بن الحميد المنصوري راعي هملول وراعي بطصغان إبداعا ولا أروع هنا يا أبو علي من خلال تواجدي هنا رمز من خلال محمد بن علي بن الحميد المنصوري أحد الأسماء القوية والعملاقة من يقدم هذه الانطلاقة. ذكرنا بهملول أحد بنوك الانتاج وشعار بطصغان بالفعل أحد الأسماء القوية في الكبار يظهر في سن الصغار مع الانتاج ليظهر على ظهر رمز محمد بن علي بن الحميد المنصوري ويؤكد باندفاع ولا أروع انطلاق مثير وأداء كبير وانفراد بدون أي مضايقة. فيهدي السلامات الوثباوية هنا ما شاء الله تبارك الله. هنا أداء ونجومية رائعة هنا كما تشاهدون في هذا الملخص حيث قطع المسافة في خمس دقائق 50 ثانية ثماني أجزاء من الثانية. تهاني لمحمد بن علي بن الحميدي المنصوري على هذا الأداء وسلام راعي بن صغان سلام. بينما شوطنا العاشر ظهرت الشاهينية ليؤكد سلطان بن مساعد بقران المنصوري هذا التواجد الكبير، فظهر في الأمتار الأخيرة حينما كان متأخرا بتكتيك ولا أروع ليؤكد هذا الفوز والانتصار مع الشاهينية. فيظهر شعار سلطان بن مساعد بقران المنصوري مؤكدا هذا الانفراد في الأمتار الأخيرة وفي جولة الأوامر النهائية ومنطقة أيضا الإعلانات الأخيرة وليعانق أيضا خط النهاية بخمس دقائق 54 ثانية وستي أجزاء من الثانية. سلطان بن مساعد بقران المنصوري على ظهر الشاهينية ليأتي هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام شوطنا الحادي عشر. وظهر أبناء مصانع الجنوب التراثية هنا من خلال هذا التواجد الكبير، فكانت الشاهينية لمحمد بن سالم بن حمد بن يطبع العامري هي من وصلت في المركز الأول في هذا الشوط واستطاعت أن تفوز من خلال هذه النجومية الرائعة والمعهودة ليؤكد هذا التواجد الكبير والاندفاع المثير. تهانينا والناموس مشاهدين الأعزاء هنا في هذا الشوط هو الحادي عشر مؤكدا هنا خمس دقائق بالفعل 50 ثانية جزئين من الثانية. حمد بن سالم بن حمد بن يطبع العامري يهدي مصانع الجنوب هذا الفوز. بينما شوطنا الثاني عشر وحيشان لناصر بن محمد بن فهد آل زبدان المري يؤكد هذا التواجد والمنافسة القوية ليؤكد بأن هنا توقيتنا الزمني من خلال هذا الأداء، فكان وحيشان مع الموعد والمنافسة القوية وكان بن حادة أيضا أحد الأسماء المنافسة في هذا الشوط. ولكن وحيشان كان لناصر بن محمد بن فهد المري بخمس دقائق 52 ثانية هنا وأيضا ثمانية أجزاء من الثانية بعد منافسة بن ثعلوب وبن النوبي. هذا هو ناصر بن محمد بن فهد أيضا الزبدان المري. تهانينا له الناموس. بينما شوفنا الثالث عشر انطلقت فيه الوثبة بشكلها الجميل وأدائها ونجوميتها الرائعة، فكان محمد الحزمي بن قناص العامري هو مع الأداء، هو مع النجومية الكبيرة، هو مع الانطلاق الرائع والجميل بخمس دقائق 57 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. شوطنا الرابع عشر انطلق فيه الصداوي، فتهانينا أيضا لمالك الصداوي، فكان أيضا مع الموعد حمد بن أحمد بن مطر بن مايد القيلي، فكانت أيضا هنا مع سلالة لهب، فكان الصداوي ملتهبا للفوز والانتصار في الأمتار الأخيرة مؤكدا هذا الأداء والنجومية والشكل الجميل ليؤكد هنا رجل الأمتار النهائية ويهدي أبناء إرماح هذا الفوز بخمس دقائق 52 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الصداوي حمد بن
احمد بن مطار بن مايد الاخيلي على هذا الفوز والانتصار. بينما شوطنا الخامس عشر انطلقت في شقرة، فكان سالم بن محسن بن جابر اليربوع المري احد الاسماء هنا الذي ايضا انطلق في هذا الشوط، ليؤكد هنا مشاهدين الاعزاء شعار بن جبران هذا الاداء الكبير، وكما عودنا دائما وابدا بالسبق المعهودات بهذا الشعار. بخمس دقائق 54 ثانية ثلاث اجزاء من الثانية، سالم بن محسن بن جبران او بن جابر الجربوعي المري شعار بن جبران بالفعل مع شقرة تهانينا والناموس. يأتي شوطنا السادس عشر فيعود الفيلسوف مرة أخرى رجل الأمتار الأخيرة مؤكدا مع ملبي المبارك بن يمع بن مطر بن مايد الخيلي، مؤكدا هذا التواجد الكبير والتحدي المثير، فيظهر شعار الرماح دائما وابدا مع الخطوط النهائية كما عهدناه. تهانينا لو الناموس على هذا الفوز بخمس دقائق 53 ثانية وجزئين من الثانية. هنا لحظات الوصول الى خط النهاية، تهانينا والناموس لمبارك بن يمع بن مطر بن مايد الخيلي. بينما شوطنا السابع عشر تظهر فيه مديار للعثة بالخزع بالعثة العامري مؤكدة هذا الاندفاع مع بداية أشواطنا النقدية، فيظهر أيضا هنا ليهدي مصانع الجنوب التراثية هذا الفوز والانتصار، فتظهر مديار بانطلاق جميل ورائع. العثة بالخزع بالعثة العامري بست دقائق وست أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار من خلال هذا الأداء الكبير. بينما شوطنا الثامن عشر يأتي فيه بدران، فيظهر صالح بن محمد بن سالمين بالصنباري العامري كما عودنا دائما وابدا في كل مهرجان بالظهور في الصغار باداء كبير. هنا من يظهر مع بدران ليكون احد المتوجين في هذا المساء، فيظهر بدران بخمس دقائق 55 ثانيه وتسع اجزاء من الثانيه بعد منافسه الزير. تهانينا والناموس على هذا الاداء الكبير والتحدي المثير. بينما شوطنا التاسع عشر الزعفرانه تظهر بشعار راعي النصر، فيظهر احمد برغاش بن طبازه بن الدود العامري مع هذا الاداء الكبير والتحدي المثير. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، تهانينا ايضا لاحمد برغاش بن طبازه بن الدود العامري مع انطلاقه زعفرانه لتبحث عن ماده الزعفران. تهانينا والناموس ايضا لهذه اليحر والهير اي وين ما يسكن رغش بن طبازه بن الدود العامري. خمس دقائق 58 ثانيه جزءا واحدا من الثانيه. بينما شوط الختام وشوط الوداع الذي ذهب مع مطره لخليفه بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الشامسي مؤكدا هذا التواجد الكبير ومؤكدا هذا التحدي المثير، ليعلن ايضا هنا ايضا خليفه بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الشامسي مع مطره هذا الفوز والانتصار. تهانينا للشامسي على هذه النجوميه المعهوده من شعاره الكبير في شوط الختام في اشواط الانتاج. سلام يا الشامسي سلام مع مطره لخليفه بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الشامسي على هذا الفوز والانتصار. هذه هي مطره مشاهدينا الاعزاء تقطع المسافه بخمس دقائق هنا و58 ثانيه وجزئين من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار مع مطره. هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام متابعي قناه ياس الرياضيه هنا عبر هذا النقل الحي والمباشر نتواصل بانطلاقاتنا في اول ايام هذا المهرجان. هكذا وصلنا الى الختام، وصلنا الى ختام الفتره المسائيه من خلال 20 شوطا في مقدمتها رمزين الانتاج والمنتجين، وهذا المساء خصص للانتاج. بينما نذكر بانطلاقه الغد باذن الله تعالى مع سن الحجايج و30 شوطا في الفتره الصباحيه. انتم مع الموعد والاثاره ومع قناه ياس مع كل الناس. محدثكم سالم بن الحبسي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى الملتقى في صباح يوم الغد.